اليوم نحن هلا بهوليوود وحنشوف بقى الهوليوود ووك اوف فيم اللي هو مكان النجوم ما محطوطين على الارض واسمائهم. حنعرف انه في نجم واحد ما رضي ابدا ينحط اسمه على الارض ونحط على الحيط، هو الوحيد من نوعه. شايفين هو مثلا مونتي ووليك. طبعا في ستارز فاضيه، بالتالي في اماكن للناس الجداد، بس ممكن نحن نكون مثلهم، بس طبعا ما حنكون على الارض. ما شايفين كل واحد ونوع الاندستري تبعته، اللي شو الشهر مثلا، هو بالموزيك، هيك كان مثلا بالتصوير، هيك شيء اخراج مثلا وهكذا. ليزلي هاورد هذا كان نوع من انواع التخليد للاسماء، وهذا هو شارع هوليوود. الشيء كمان الشيء الغريب انه على قد ما هذا المكان نعتبر انه اساس فخم وهيك شيء، ولكن كمان فيه كمية هوملس مثل ما شايفين هون. في هوملس كثير في هالبلد، خاصة في لوس انجلوس اكثر من اي مكان ثاني. هذا بطرح تساؤل كبير يعني. طبعا هون الازياء موجودة بشكل كبير. هوليوود بوليفارد ووك اوف فيم، هذا هو التقاطع الكبير. هلا وقف كل الشوارع عشان تمشي كل العالم بكل الاتجاهات. هلا الشيء الغريب في الموضوع انه لوس انجلوس نوعا ما الناس فيها على طبيعتهم اكثر بكثير من نيويورك، وبالتالي مثل ما شفنا في كثير من هومليس هون، وبنفس الوقت في عندك ناس كثير مثلا هلا هون كنت عامله هيك. شايف هذا هو وقف كل الشوارع كله عم يمشي، وقف كل الشوارع كل السكوير وقف، ممكن تمشي اكس حتى كمان. ف الوضع مختلف هون، ناس على سجيتها اكثر، وبالتالي تلاقي شغلات غريبه كثير يعني. تلاقي ناس عم تشحد، ناس هومليس، ناس بيقول لك واحد اعطيني برجر، شغلات غريبه يعني بتصير هون. فهي شغله يعني واحد يحط في باله لوس انجلوس الناس اكثر مور ريلاكس. هلا بدات الاسماء الكبيره تطلع تبين هون، مثلا انطونيو بانديراس، ريكس الين، هاي كلها هون، فرانك بيبكر. نوعا ما الاسماء صارت مالوفه اكثر من هنيك، بالتالي هون يعتبر قلب الهوليوود بوليفارد. هلا حنطلع لفوق نشوف في فيو جميله. شفنا كل هالنجوم اسمائهم على الارض، في نجم واحد ابى ورفض الا ان يكون اسمه فوق، وهذا النجم هو محمد علي كلاين. مثل ما شايفين هو الوحيد اللي النجمه تبعته او الستار صايره على الجدار وليس على الارض. اي نعم انه هو يمكن بعيد شوي، بس ولكن فعلا رجل مميز قدر انه رفض، لانه اسمه محمد، رفض انه يحط اسمه على الارض. بدكم تتخيلوا ذلك. كما شايفين هنيك هو الووك اوف فيم، هذا عباره عن مول بسيط يعني. الووك اوف فيم فيه محلات ومطاعم، شيء ظريف خفيف. الشيء الجميل هون انه بامكانك كمان تشوف الهوليوود ساين المشهوره جدا. مثل ما شايفين من هون كانك تشوفها. طبعا هي اذا تروح عليها بدك تقريبا رحله اسمها هايكينج، بتعمل هايك تسلق وهيك شغلات، تقريبا بدك ساعتين توصل. فمنظر جميل ممكن تشوفه من هون تستمتع فيه. الووك اوف فيم هون بتلاقوا كمان شغلات مخلده لكثير ناس مشاهير، نيكولاس كيج هاي البصمه تبعته، وهذا بالتاريخ 2001. تاني هوبكنز شايفين هون، هاي للناس هون جنب